لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في العراق ومقترح الحكومة تخفيض الرواتب وأثر ذلك على المواطن العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي. دكتورة هداب، بداية مرحبا بك. المالية النيابية تقول أن العراق قد يعجز في المرحلة المقبلة عن بيع نفطه لسداد رواتب أو لدفع رواتب الملايين من الموظفين. ترى هل هناك يعني مصادر أخرى وفرتها الحكومة في العراق يعني غير النفط، بديلة عن النفط، من أجل يعني تمشية أمور العراقيين ومواجهة هذه الظروف الاقتصادية؟ نعم، أهلا بك أستاذ سمير والسادة المشاهدين. في الحقيقة يعني بالشكل التالي ننظر إلى الأمر، يعني نحن الآن في فخ، وهذا الفخ الذي يعني نحن وقعنا فيه كدولة نفطية كان سببها هو مزيج من الأزمات التي مررنا بها الآن في هذا الوقت دون الأوقات السابقة. يعني هنالك اختلاف في هذا الوقت بالذات، هذا الوقت هو خليط مجموع من أشياء كثيرة، بين انخفاض أسعار النفط، بين الواقع الاقتصادي المتردي أساسا، وبين العدوى الكورونا وإلى آخره. هذا كل هذا أدى إلى تراجع يعني أساسا في الإيرادات التي احنا نستحصل عليها، وبالتالي أصبح وضع جديد أمام الحكومة هو في كيفية تلبية الحد الأدنى من الإيرادات اللي خاصة التي يجب أن تذهب إلى الرواتب الموظفين والمستحقات المتقاعدين وإلى آخره. بالتأكيد وحسب هذه الأرقام اللي احنا في صددها الآن، وأنه كما ذكرتم في تقريركم أن النفط في هذه الأيام لن يستطع، ليس باستطاعة العراق أن يعمل على بيعه، وبالتالي هو موجود منذ عدة أيام لم يعني يطرح في الأسواق أو لم يكن هنالك مشتري له. نعم أكيد هذا الأمر يعني احنا يعني سنكون أمامه، بالنتيجة أنه احنا عرفنا من الأسبوع الماضي من صار عندنا الانحدار بأسعار النفط وبالأخص غرب تكساس، وبالتالي ايضا اللي صار عندنا انه يعني الخزين كما اشرنا واشرنا مرارا انه امتلأ. كل هذه الامور اكيد سوف لن يجد النفط العراقي دور او سوقا له في هذه الاوقات. لكن السؤال ايضا ان يعني الحكومه وخاصه حكومه تصريف الاعمال في كل هذه الفتره. دكتوره هداب، نعم. في نقطه مهمه، نعم. جدا، النائب بهاء العرجي يقول ان الحكومه بدأت بالتصرف بالاحتياطي للعملة الصعبة، للعملة الأجنبية الموجودة في البنك المركزي العراقي، وذلك من أجل تدارك الأزمة الاقتصادية. أليست هذه الخطوة يعني خطيرة جدا، تودي بالدولة إلى هوة سحيقة؟ يعني هذا التعامل الذي تتعامل به الحكومة أو السياسات الحكومية مع العراق، مع معالجة الوضع الاقتصادي الحالي الآن، كيف تقيمينه من الناحية الاقتصادية؟ نعم، يعني في الحقيقة هو بالشكل العلمي الصحيح هو يجب عدم اللجوء أو الركون إلى الاحتياطات الأجنبية، يعني يجب أن تترك هذه جانبا. حتى لو اشتغلنا إلى أنها كانت 63 مليار دولار، لكن لو تم حسابها يعني إحنا على خلال السنة هذه، يعني يشار إلى نستطيع من خلال هذا الرقم أن نستطيع أن نقول أنها سوف تكفي فقط لسنة واحدة. ولكن هذه المشكلة التي نحن الآن بصددها قد يعني قد تأخذ فترة زمنية أطول من سنة، وبالتالي سيكون استنفاذ كامل للاحتياطات الأجنبية وسوف لن يبقى هنالك شيئا. وهنالك هذه مشكلة أخرى، يعني حتى لو استطعنا أن تمشي الحال في هذه الأشهر، على الرغم من انهم اشاروا كثير من واشرتم ايضا في تقريركم انه اشاروا انه في شهر ايار سوف يصعب على الدوله العراقيه دفع الرواتب، حتى لو ليس فقط دفع الرواتب، يعني مثلا عندما تستنزف الدوله كل عملاتها الاجنبيه، والعراق اساسا هو معتمد على استيراد كل شيء، ليس فيه يعني لا اكتفاء ذاتي ولا الزراعة ولا الصناعة، العراقيون أو الحكومة تعتمد بسياساتها على الاستيراد، من أين لها أن تستورد إذا استنزفت كل عملاتها الأجنبية؟ نعم صحيح صحيح.
صحيح جدا إلى ما ذهبت إليه دكتور سمير. يعني في الحقيقة أننا لو رجعنا إلى بعض الإحصائيات في 2017 مثلا على سبيل المثال، العراق صرف 32 مليار دولار على استيراد أغذية، ومثل ما تذكر حضرتك يعني أنه في الجانب الاستهلاكي هنا هنالك تأثير كبير في هذه الحالة، وبالتالي سوف يؤثر أيضا على المواطن. يعني إحنا مشكلة وأمام مأزق اقتصادي سياسي كبير جدا، لا نستطيع أن نعمل أو نستطيع أن نجد مخرج وحل له. يعني أنا حتى يعني من خلال الأرقام ومن خلال الإحصائيات الموجودة، يعني مهما تحاول أن تفكر من الصعوبة جدا أن تجد حلا، قد تجد حلا لشهر ولكن سوف لن تجد حلا لسنة، وخاصة أنت محاصر بعدة قرارات، هذه القرارات قد تكون خارجية يمنع بها الصندوق النقد الدولي بتقديم القروض إلى العراق لأسباب عديدة تخص طيب. اقتصاده هنا دكتورة خداب، يعني هناك اقتراح بأن يتم دعم الرواتب من خلال تقليص النفقات، يعني هناك توجه حكومي قادم سيقومون باختزال رواتب الموظفين إلى النصف أو أكثر ربما. طيب هنا هل هذا يشمل أيضا يعني الميليشيات وقادة الميليشيات وكذلك يعني النفقات العسكرية وغيرها؟ هل هم مشمولون أيضا بهذا الإجراء أم فقط الشعب العراقي مشمول بهذا الإجراء؟ يعني من خلال ما سمعنا والطرح الذي كان جاء من قبل المستشاري للاقتصاد عند رئيس الوزراء، يعني يشار إلى أنه سيتم اقتطاع من رواتب الموظفين بشكل عام، لم يحدد من هم أو يصنف من هم في هذه الفئة تدخل من ضمنها، هذا واحد. الشيء الثاني، احنا امام يعني هذه الفئه هي اساسا هي فئه رواتبها يعني مقتصده وبالتالي رواتبها صغيره لا تشكل شيء في نعم مجملها يشكل فد رقم، ولكن ايضا هذا الرقم يعني يصل الى 16 مليار دولار لا يشكل شيء بالنسبه للارقام الاخرى للجهات الاخرى والمسؤولين الذي هم يحصلون على 33 مليار دولار. اذا نحن بين رقمين، يعني هذين الرقمين اكيد اذا راح يتم تخفيضه من المواطن يجب ان يفكر ايضا او ينصب التفكير الى انه يتم تخفيض رواتب الجهات الاخرى حتى تكون الامور متساويه، وبالتالي تستطيع ان تحصل على ايراد جديد، تستطيع ان تعمل على تمشيه الامور القادمه للاشهر القادمه. ولكن اذا لم يتم الاخذ بمثل هذا القرار وفقط تم وضعه على الموظفين، فبالتاكيد نحن هنا امام مشكله كبيره جدا، لاننا سنواجه مشكله في الاقتصاد بشكل عام، هو بطالة، وبالتالي خروج عدد كبير من الناس الذين هم ليس باستطاعتهم التبضع بواسطة الرواتب الجديدة أو بعد التخفيضات، لأن هي أساسا كما أشرت أنه هي الرواتب قليلة. مجمل هذه الأمور كلها سوف تكون عبء جدا كبير على المواطن قبل أي شيء. شكرا لك دكتورة خداب فالح الكوبيسي، الباحثة والأكاديمية والخبيرة في العلاقات الاقتصادية الدولية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.